مستمرين مع راس موتوركو بي اوتو فوكس ممبر اوف راسامني جروب اوف كومبانيز وعم نطلع عليكم طرازات حلوه كثير من شانغان دائما مع مستر كريس عدمي لجين بينا نضوي اكثر على طرازات الحلوه. هاي كريس بونجور جور سي اس 35 بلس تايتانيوم باكج سياره كثير حلوه رح نتعرف عليها معك بس قبل يعني اول شيء اسم الله عليكم 2000 سفير فينا نقول اليوم عندكم على الطرقات اللبنانيه 2000 صحيح. سياره شانغان صحيح نحن اكثر من 2000 سياره على الطريق اليوم برغم الظروف حتى البلد كان عم يقطع فيها وحتى كمان نحن قلعنا اذا بدك بفتره صعبه لعالم السيارات صح. اللي هي من 4 سنين لليوم قدرنا نحط تقريبا على الطرقات اللي هن فوق ال 2000 سياره واكيد نحن بمبادره مع عم نعملها جديده كمان كرمال من بعد للاسف انفجار صح الانفجار اللي صار كمان المؤسف نحن عم نعمل مبادره لكل شخص او كل زبون نحن عنا تضرر من خلال الانفجار برسامني سيارته اكيد ضمن رسامني سيارات جروبنا نحن زبوناتنا نحن عم نصلح له على كلفه كثير من الدنيا بنقدر نحن قد ما فينا نساهم ونخفف من وجع العالم كمان مبادره كثير حلوه انسانيه منكم. كمان شانغان اليوم بدنا ندوي على شغله انه صارت اسم كبير بالعالم يعني بلبنان صار في 2000 سياره بظرف قليل وبالعالم كمان صار عندكم رقم مبيعات صار عندنا صحيح اليوم بالعالم شانغان باعت فوق ال 20 مليون سياره صارت بيعه واليوم حتى صار فينا نقول انه شانغان هو الصانع العملاق الصيني لانه هو اصلا كمان من بين اكبر 3 صانعي سيارات اليوم بالصين واللي عندهم كمان ابرز واهم ريسيرش اند ديفلوبمنت سنتر لتطوير السيارات اليوم بقلب تشاينا كرمال يعملوا الكراش تاست كرمال يختبروا كل السياره بكل الانواع اليوم حتى عم نشوف جورج السي 35 بلس المعنى جاي كيوبيك اليوم شيب جديد عم ننزله نحن على تشانغان حتى عم نلاقي انه السياره اليوم تجي ب 18 انش الويد ويلز دايموند كات حتى بتاخذها فول ال اي دي للسياره اذا بتلاحظ كمان جورج في عندك كثير لمسات برشت كروم صح. بقلب السياره طاغيه تعطيك هالامبرشن اللوكجري طابع بال يعني باللون الاحمر عم نشوفه على الجريل صحيح بتلاقيها عطيها شوي موشن رياضيه صح. للسياره صح. لوك كثير حلو للسياره رح نتعرف عليها اكثر من الداخل معك كريس ننتقل لجوا نشوف ابرز الاوبشنز بالسي اس 35 بلس اللي معنا يعني عم شوفك كريس عم فرجينا فيتشرز كثير حلوين بالسياره بهالبيك سكرين الموجوده البلت ان مع التابلو كمان الملفت جدا شغله كثير حلوه صحيح الفوليوم من عليه بنوطيه حتى من هون حتى الباسنجر يعني لحد الدرايفر لازم يكون شوي انفولف اكثر بالسيارة. اليوم جورج حتى اذا بدك بالتايتانيوم باكج اللي هو الانتري ليفل اليوم بالسي 35 بلس عم بتلاقي فيها كثير لكجري للسياره صحيح يعني عم نلاقي كمان عم تاخذها فر جلد لونين تو تون مع الدرزه كمان الستيتشنج طاغي بالسياره السوفت ماتيريال المستعمل الشاشة الكبيرة كمان اللي فيها حتى الاي سي على التاتش حتى الاي سي كمان جاي كل انالوجاته على التاتش حتى بتلاقي الفولون دي شيب تعطيها لسيارة طابع رياضي اكثر وعندك كمان الكلاستر قدامك الاربع انش تعطيك كل الانفورميشن اليوم عن السيارة اهم كمان بانوراميك روف كلها فول بانوراميك فول بانوراميك للسيارة عن جد كثير حلوة كثير واسعة اهم شيء بتريح عندنا ازاز امامي واسع جدا حتى الازاز بتلاحظ جورج كمان كيف مستعملين اليوم صاروا عم بيحطوا الهامر كلتش عندك هون بالفيتاس يعني مثل ما شفناها كمان بحلقات سابقة صحيح غير سيارات معنا بالسي اس 85 كمان مزبوط رح نتابع حديثنا مع كريس بنحكي بيرفورمانس والديل الموجود اليوم على السي اس 35 بلس بلاتينم عم نشوف قبل ما نحكي عن بيرفورمانس انفينيتي تيل لايت من ورا للسياره كريس وكنا ذكرنا شغله 3 دي تيل لايت كثير حلو فيها اليوم قلنا البلاتينوم نحن ب هي التايتانيوم صح ذكرنا انا بس كنا بداخل السياره كان ذكرت انا بيرفورمانس سريعا اليوم بيرفورمانس تبع السياره اليوم تجي السياره جورج 1.4 توربو تشارجد للسياره بتولد 156 حصان اتس فيري باورفل وكمان الانجن من تكنولوجي فورد عم ناخذه بتاخذها كمان بفيتاس 7 غيارات اوكي تيبترونيك دي سي تي في عندك 3 درايف مودز كمان للسياره سياره كثير باورفل كثير حلوه نشيطه يعني اذا بدك تجي تطلع تجربها عنا رح تتفاجئ فيها في تست درايف بطبيعه الحال سيفتي وايز كمان 5 ستار عم تاخذ على كراش تست كمان السياره ما بدنا ننسى كمان نحن من الجروب عم نقدم 5 سنين او 150 الف كيلومتر على سياره شانغان على كل سياراتنا نحن اللاين اب ما ننسى كمان انه في عندنا 24 اور رود اسيستنس موبايل كمان هوم سيرفيس جراج اذا بدك تطلع بيطلع الجراج عندنا النقال عندك على البيت يعمل لك سيرفيس او يصلح السياره السعر سريعا ام بنختم السعر جورج مسعرين السياره ب 19900 انكلودينج تسجيل تي في او خلصه مخلصه طريقه دفع بكل شيء نحن عم نقبض كل اللبناني صحيح نحن عم نقبض يلا فاسيليتي دفع ان كان شاك لبناني دولار كاش كل شيء انا بتشكرك كريس على كل المعلومات اللي اعطيتها اليوم عن السياره ملاقيك بحلقات مقبله بكره تابعونا بسياره جديده اكيد على الام تي في مشاهدينا الى اللقاء